نفكر حضراتكم بلحظة من لحظات المجد بالنسبة للمارد الأحمر، وهي الحقيقة كتير جدا، لكن زي النهاردة تحديدا يوم 5 أغسطس سنة 83 الأهلي الحقيقة حقق لقب كاس مصر بعد ما فاز على النادي المصري بهدف سجله المدفعجي في الوقت ده كابتن خالد جدالله، كان واحد من نجوم النادي الأهلي في المرحلة دي وفي المباراة دي بشكل أساسي. طبعا سجل هدف في الدقيقة 63 عشان يحصل النادي الأهلي على النسخة رقم 54 لمسابقة الكاس. وبالمناسبة اللقب ده كان أول لقب محلي يحققه النادي الأهلي تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، واحد الحقيقة من أكبر الأسماء في عالم التدريب في مصر، ويمكن من أهم إنجازاته بالإضافة لعدد من البطولات اللي حققها مع الأهلي طبعا الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم 90، والفوز ببطولة أمم أفريقيا سنة 98 في واحد من الإنجازات التاريخية. فاكر أنا البطولة دي كويس قوي، وكان كل الصحافة والإعلام والجمهور كله بيهاجم كابتن جوهري وبيهاجم اختياراته، ورغم كده الحقيقة منتخب قدم واحدة من أقوى البطولات وحصل على اللقب. اللقب ده بالنسبة للأهلي بطولة الكاس اللي اتحققت سنة 83 بيعتبر اللقب رقم 23 في تاريخه فيما يتعلق ببطولة الكاس تحديدا، منها مرتين كانوا مناصفة مع نادي الزمالك. نجوم كتير بقى شاركوا في المباراة دي، يعني افتكر من الجيل ده أسماء كبيرة جدا زي كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، كابتن حسام البدري، كابتن مصطفى يونس، وبالمناسبة كان كابتن فريق في الماتش ده، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جدالله اللي أحرز الهدف الفوز بالبطولة، كابتن مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، مصطفى عبده، كابتن بيبو، كابتن علاء ميهوب، ومعاهم كمان شارك مختار وكابتن زكريا ناصف، وكان بالمناسبة الحكم أجنبي، وإحنا كنا لسه فاتحين ملف التحكيم امبارح مع حضراتكم. ميني كوتش جينو ده كان حكم المباراة، والمصري الحقيقة في التوقيت ده كانت فرقة تقيلة جدا وفيها عدد كبير جدا من النجوم، كابتن عادل عبد المنعم كان في حراسة المرمى، مصطفى أبو الدهب، علي المصري، علاء مرسي، الويشي، مجدي إمام، إينو، جمال جودة، وطارق نور، والحقيقة عدد كبير من النجوم. ومباراة الحقيقة في ذاكرة الأهلاوية، يعني أعتقد كان ماتش مهم جدا ومباراة صعبة جدا، لكن الأهلي قدر إنه يحسم اللقب في النهاية لصالحه. الحقيقة يمكن لما نبص على الألقاب، وأنا دايما ببص على وبنفكر حضراتكم دايما بمجموعة الألقاب اللي قدر النادي الأهلي إن هو يحصل عليها، احنا بنتكلم على النادي الأكثر تتويجا على مستوى الكوكب، على مستوى العالم، وبين الحقيقة الأندية المصرية والعالمية قدر النادي الأهلي إن هو يحفر اسمه بعدد كبير جدا من البطولات، سواء كانت بطولات محلية أو قارية أو إقليمية. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الألقاب، وصل عدد بطولات النادي الأهلي في مجملها لحوالي 136 بطولة اتحققت خلال 113 سنة هي عمر القلعة الحمراء اللي تأسست زي ما حضراتكم عارفين 1907، يعني الأفريج بتاعنا أو المتوسط بتاعنا أكتر من بطولة في كل سنة. النادي الأهلي توج ب 41 بطولة دوري، وتوج ببطولة كاس مصر 36 مرة، عنده 10 ألقاب سوبر محلي و7 ألقاب لبطولة السلطان حسين، 16 لقب لدوري منطقة القاهرة، ولقب واحد لكاس الجمهورية العربية المتحدة. حضراتكم عارفين انه الجمهورية العربية المتحدة ما استمرتش طويلا، وبالتالي كان في لقب واحد حصل عليه النادي الأهلي في التوقيت ده. وعلى مدار تاريخه الطويل الحقيقة جمع الأهلي بين البطولتين الدوري والكاس 14 مرة. أول مرة قدر الأهلي يجمع بين البطولتين كان في موسم 48-49، وأول موسم تقام فيه مسابقة الدوري وتوج بيه طبعا النادي الأهلي، ونجح كمان في أنه هو في نفس الوقت ده يفوز بلقب الكاس على حساب نادي الزمالك، وكان الزمالك في التوقيت ده اسمه نادي فاروق. الأهلي كسب الماتش ده 3-1 في الوقت الإضافي. أما التتويج الأخير بالدوري والكاس مع بعض كانوا في موسم 2016-2017، نجح الأهلي في أنه هو يجمع بين البطولتين للمرة الـ14 في تاريخه بعد ما فاز على النادي المصري برضو في الوقت الإضافي بسكور 2-1، كان طبعا ماتش نهائي كاس مصر.